تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي مقطع فيديو للصحفي الرياضي الدكتور مدني رحيمي وهو يظهر في حالة صحية غير جيدة، مما دعا الجماهير السعودية للدعاء له بالصحة والعافية. أنا أشكر لعيبة الاتحاد على هذه الزيارة و أطمن الاتحادهم أنهم بخير إن شاء الله بإذن الله سيعود الاتحاد أقوى وأقوى. الاتحاد إن شاء الله عمرهم ما حيموت، هو دائما يعني يغلط أو يعني تأتي الظروف ضده، لكن ومن يخرب يقول لك الاتحاد ما اتحد. وللحديث عن الموضوع معنا من جدة الصحفي الرياضي الدكتور العزيز القدير مدني رحيم. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك. بشرنا عن صحتك أول شيء يا دكتور. لا، صحة ممتازة الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. تفاعل الناس كثير يا دكتور مع هذا الفيديو القديم، هو طبعا الفيديو هذا ظهر قبل عدة أشهر، ولكن تفاعل الجماهير السعودية بمختلف ميولها لأنديتها كانوا جدا جدا واقفين وقفة يعني رجال على ما يقولوا مع مدني رحيمي، واستذكروا أيام مدني رحيمي ومواقف مدني رحيمي في الاستديوهات. كيف شفت هذا ردة الفعل هذه؟ والله يعني نشكر من سأل ومن يعني اتصل ومن قال في رأي، ولكن تحصل احيانا انه ناس ممكن يطلعوا عنك يعني فيديو ما هو صحيح 100%. يمكن هذا اللي طلعوه هذا قديم، ايام اول ما جاتني الجلطه وكنت في المستشفى وخرجت، فكان قديم قديم جدا يعني اكثر من سنه له. الحمد لله الان